السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بكم طلبة وطالبات ولاء أمور الصف الرابع الابتدائي. إن شاء الله مكملين مع بعضنا منهج اللغة العربية للترم الثاني 2023. يا ريت السنة الرابعة والأربعة أشوفكم تشترك فيها وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد وتعمل لايك للفيديو. طبعا الناس اللي متابعه معايا عارفه ان احنا خلصنا كل دروس الموضوع الاول وكل دروس الموضوع الثاني، والنهارده ان شاء الله هناخد اول درس مقرر علينا في الموضوع الثالث، وهو بعنوان نص الاستماع حوار مباشر. يلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا ونشوف الدرس بيتكلم عن ايه ونعرف اهم معاني الكلمات واهم الاسئله اللي وارده عليه. يلا بينا. الفقره الاولى: المذيع. يوجد اليوم العديد من القضايا المهمة التي تسعى جميع الدول العالم إلى إيجاد حلول لها، ومن أهمها الطاقة التي يقوم عليها كل شيء في حياتنا اليومية. ولهذا نستضيف في لقائنا اليوم على الهواء مباشرة الأستاذ والعالم دكتور شريف، وهو عالم في العلوم والطاقة المتجددة. أهلا بك معنا، فلتعرفنا بنفسك أولا. دكتور شريف هيرد على المذيع، قال اهلا بكم، انا سعيد ايه وجودي معكم، انا دكتور شريف خبير بالطاقة المتجددة. يبقى الفقرة الاولى معايا بتتكلم عن ايه؟ بتكلم ان ده لقاء تلفزيوني بين المذيع والدكتور شريف، ده طبعا ايه خبير بالطاقة المتجددة. نشوف مع بعضينا معاني الكلمات. بل يوجد اليوم العديد، العديد معناها ايه؟ معناها الكثير، وعكسها طبعا ايه؟ القليل. ماشي. القضايا مفردها طبعا ايه؟ قضية، وجمع طبعا يوم ايام. المهمة التي تسعى جميع الدول العالم الى ايجاد حلول ايه؟ الى ايجاد حلول لها، ومن اهمها الطاقة التي يقوم عليها كل شيء ايه في حياتنا اليومية. ولهذا نستضيف في لقائنا اليوم، طبعا قلنا جمع يوم ايه؟ ايام، على الهواء مباشرة الاستاذ والعالم دكتور شريف، وهو عالم في العلوم والطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة طبعا عكسها طبعا ايه؟ الطاقة الفانية. اهلا بك ايه معنا، فلتعرفنا ايه بنفسك اولا. هنشوف مع بعضينا السؤال الوارد معايا على هذه القطعة. قالوا اذكر واحدة من اهم القضايا التي تسعى دول العالم لحلها اليوم. طبعا هي معايا موجودة معايا في القطعة. القضايا المهمة التي تسعى جميع العالم الى ايجاد حلول لها هي ايه بقى؟ من اهمها الطاقة التي يقوم عليها كل شيء في حياتنا ايه؟ في حياتنا اليومية. ننتقل الى الفقرة الثانية. المذيع قال أخبرنا أولا قبل الدخول في الموضوع بماهية الطاقة المتجددة. ما هي بمعنى إيه؟ حقيقة، عكسها طبعا إيه؟ خيال أو إيه؟ أو مزيفة. قالك ماهية الطاقة المتجددة. دكتور شريف هيرد على المذيع يقول له إيه؟ قال له الطاقة المتجددة ببساطة هي تلك الطاقة الناتجة عن عمليات إيه؟ طبيعية. طب طبعا الطبيعية طبعا عكسها ايه؟ عكسها صناعية، من دون تدخل الانسان ايه؟ وتتجدد بصورة دائمة. دائمة بمعنى ايه؟ دائمة بمعنى مستمرة، عكسها طبعا ايه؟ متقطعة. قال له وهي عدة انواع، منها مثل اشعة الشمس والرياح وامواج البحر وغيرها. ومن اهم مزايا الطاقة المتجددة انها ايه؟ لا تنفد. لا تنفد يعني ايه؟ تنفد يعني لا تنتهي، وعكسها كمان ايه؟ عكسها تبقى، ومجانية. وبالاضافة لانها طاقة نظيفة. يبقى الفقرة التانية معايا بتبدأ بإيه؟ بتبدأ إن المذيع بيسأل الدكتور شريف، بيقول له قبل ما ندخل في الموضوع عايز إيه أعرف ما هي إيه الطاقة المتجددة، إيه هي حقيقة الطاقة المتجددة؟ الدكتور شريف بيرد على المذيع قال له إيه؟ إن الطاقة المتجددة ببساطة هي تلك الطاقة الناتجة من عمليات إيه؟ عن عمليات طبيعية، يعني هي دي حاجة من صنع الله، الإنسان له ليس له تدخل إيه؟ تدخل فيها. قالوا إن هي بتتجدد بصورة إيه؟ بصورة دائمة. وفي الطبيعة قالك فيها منها عدة إيه؟ عدة أنواع. قالك طاقة الشمس طاقة متجددة، طاقة الرياح طاقة متجددة، أمواج البحر
طاقة متجددة. قالوا من أهم مزايا الطاقة المتجددة إنها إيه؟ لا تنفد ومجانية، بالإضافة لإنها إيه؟ طاقة نظيفة طبعا على إيه؟ على صحة الإنسان وعلى البيئة. نشوف السؤال الموجود معايا في القطعة دي، قال لي سين سؤال، ما مزايا الطاقة المتجددة؟ طبعا مزايا الطاقة المتجددة إنها لا تنفد ومجانية، بالإضافة إنها إيه؟ طاقة نظيفة. الفقرة الثالثة، المذيع كلام مثير، وهل مصر تستخدم الطاقة المتجددة؟ دكتور شريف بيرد عليه بيقول ايه، مصر من ضمن الدول التي لديها الكثير من الموارد الطبيعية المهمة كالرياح، والتي استغلتها بطريقة إيجابية في إنتاج ايه؟ إنتاج الطاقة. قال له من خلال بناء مشروع قومي يسمى مزرعة رياح الزعفرانة بقرية الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر ايه؟ البحر الأحمر. يبقى الفقرة معانا التالتة بتبدأ بإيه؟ إن المذيع بيسأل الدكتور شريف بيقول له ايه، هل مصر بتستخدم الطاقة المتجددة؟ الدكتور شريف بيرد عليه بيقول له ايوه، ده مصر دي من الدول التي ايه؟ لديها الكثير من الموارد ايه؟ الطبيعية المهمة كالرياح. طب استغلتها ازاي مصر هذه الطاقة؟ طبعا استغلتها بطريقة ايجابية في انتاج ايه؟ الطاقة. قال له من خلال بناء مشروع قومي ايه؟ يسمى مزرعة رياح الزعفرانة، ودي توجد في قرية الزعفرانة في رأس غارب التابعة لمحافظة ايه؟ لمحافظة البحر الأحمر. سين سؤال هنا بيقول كيف استفادت مصر من الرياح؟ طبعا ايه؟ استغلتها بطريقة ايجابية في انتاج الطاقة من خلال بناء مشروع قومي يسمى ايه؟ مزرعة رياح الزعفرانة بقرية ايه؟ الزعفرانة التابعة لمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر. نشوف مع بعضينا الفقرة الرابعة، المذيع هيسأل برضو الدكتور شريف بيقول وهذا هو موضوع حلقتنا، هل يمكن التحدث باستفاضة عن هذا المشروع؟ بين المذيع بيقول ايه؟ بيقول الدكتور شريف، وده هو موضوع ايه؟ موضوع الحلقة بتاعتنا، هل يمكن التحدث باستفاضة عن هذا المشروع؟ استفاضة يعني ايه؟ يعني بالتفصيل. عكسها طبعا ايه؟ عكسها باختصار. ماشي، الدكتور شريف بيرد عليه بيقول له ايه؟ بالطبع، قرية الزعفران تقع على طول الشريط الساحلي للبحر الأحمر الذي يمتاز بسرعة الرياح، والتي جعلتها من أفضل إيه؟ من أفضل المناطق على مستوى العالم ملائمة لتوليد الطاقة، وتعد من أولى المزارع التي تم إنشاؤها لإنتاج طاقة متجددة من الرياح، كما إنها من المزارع الكبرى الموجودة في شرق إفريقيا، وتنتج ثلثي ما ينتجه السد العالمي من إيه؟ من كهرباء. نشوف مع بعضينا معاني الكلمات، قال لي على مستوى العالم ملائمة إيه؟ لتوليد الطاقة. ملائمة بمعنى إيه؟ ملائمة بمعنى مناسبة. وتعد بمعنى إيه؟ تعتبر من اولى ايه؟ المزارع اللي تم ايه؟ انشائها. لما تشوف السؤال اللي ورد على هذه القطعه، قال لي سين سؤال، اذكر بعض مميزات قريه الزعفرانه. طبعا قريه الزعفرانه هنا بتمتاز بسرعه الرياح، والتي جعلتها من افضل المناطق على مستوى العالم ملائمه لتوليد الطاقه، وتعد من اولى المزارع التي تم انشائها لانتاج طاقه متجدده من الرياح، كما انها من المزارع الكبرى الموجوده في شرق افريقيا، وتنتج ثلث ما ينتجه السد العالي من كهرباء. الفقرة الخامسة، المذيع مشروع عظيم يفتخر به، وهل هذا هو المشروع الوحيد بمصر الذي يستخدم الموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة؟ بين المذيع بيقول ايه؟ ان هذا طبعا مشروع ايه؟ عظيم، بس ما فيش اللي هو المشروع ده بس، ده اللي مصر هي اللي بتستخدم فيه الموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة. الدكتور شريف هيرد عليه يقول ايه؟ لا، ليس هذا هو المشروع الوحيد. فنظرا للنجاح الذي حققه مشروع الزعفرانة، قامت الدولة بالكثير من مشروعات الطاقة النظيفة المتجددة، كمشروع جبل الزيت الذي يوجد أيضا بمحافظة البحر الأحمر، والتوقيع على عقود جديدة لإنشاء مدينة تنتج الكهرباء باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة للحد من انتشار الانبعاثات الضارة بالبيئة. الحد من بمعنى إيه؟ القليل من انتشار الانبعاثات. الانبعاثات دي اللي هي إيه؟ مواد ضارة ناتجة
عن الأنشطة البشرية. طب الضارة طبعا بمعنى المؤذية، وعكسها طبعا ايه؟ النافع. جالسين سؤال، لماذا تسعى مصر لإنشاء مدينة تنتج طاقة نظيفة؟ طبعا اللي نقول ايه؟ للحد من انتشار الانبعاثات الضارة ايه؟ الضارة بالبيئة. نشوف الفقرة رقم 6. بل الفقرة السادسة المذيع، معلومات عظيمة، لقد استفدنا كثيرا، هل تريد إضافة أي تعليق في ختام حلقتنا؟ بين المذيع بيقول له إيه دي معلومات عظيمة، قال له إحنا استفدنا منك كثيرا، قال له في إضافة أنت ممكن تضيفها لنا في التعليق في ختام هذه الحلقة؟ طبعا الدكتور شيف قال له ايه؟ نعم، فانا اريد ان انتهز فرصة هذا اللقاء لتوعية الجمهور باهمية ترشيد استهلاك الطاقة باشكالها المتعددة كالكهرباء والغاز ووقود السيارات وغيرها ايه؟ بسهولة. قال له هو اقل ما يمكن تقديمه للحفاظ على البيئة، فكل ما نحتاج اليه هو اجراء بعض التعديلات في سلوكياتنا اليومية، تعديلات قد تبدو بسيطة إلا إنها إيه بالتأكيد ستحدث إيه؟ ستحدث فرقا. المذيع شكرا لك وسعدنا بوجودك إيه؟ بوجودك معنا. نشوف مع بعضينا معاني الكلمات. قال له هل تريد إضافة؟ إضافة بمعنى إيه؟ بمعنى زيادة. أي تعليق في ختام حلقتنا؟ ختام يعني إيه؟ نهاية. قال له انا ايه؟ انا اريد ان انتهز. انتهز هنا بمعنى ايه؟ بمعنى استغل. قال لي وهي ايه؟ هو اجراء بعض التعديلات. اجراء بمعنى، اجراء بمعنى تنفيذ. بين المذيع معاه في اخر الحلقه بيقول للدكتور شريف، قال له دي معلومات عظيمه احنا استفدنا منها كثيرا، قال له هل تريد ان انت تضيف اي تعليق في ختام هذه الحلقه؟ الدكتور شريف قال له نعم، انا اريد ان انتهز هذه الفرصه ايه؟ في توعيه الجمهور باهميه ترشيد استهلاك الطاقه باشكالها المتعدده، وذكرهم قال الكهرباء والغاز وقود السيارات وغيرها ايه؟ بسهوله. قال هو اقل ما يمكن تقديمه للحفاظ على ايه؟ للبيئه. قال كل ما نحتاج اليه هو تنفيذ بعض ايه؟ بعض التعديلات في سلوكياتنا ايه؟ اليوميه. قال التعديلات البسيطه دي قد تبدو انها ايه؟ بسيطه، بس ان هي ايه؟ انها بالتاكيد ستحدث فرقا. المذيع طبعا شكروا على هذا اللقاء وقالوا ايه؟ وسعدنا بوجودك ايه؟ معنا. سين سؤال هنا، قال لي ما الذي نحتاج إليه للحفاظ على البيئة؟ طبعا هو إجراء بعض التعديلات في سلوكياتنا اليومية، والتعديلات قد تبدو بسيطا إلا أنها بالتأكيد ستحدث إيه؟ فرقا. وبكده يا سنة رابعة وصلت معاكم لنهاية الدرس. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ياريت متنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا الفيديو القادم إن شاء الله نحل مع بعضينا أنشطة الأضواء على درس إيه؟ حوار مباشر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.